السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله ندير معكم تحلية. المقادير هي كالتالي: عندنا الفواكه، أي فواكه كانوا عندكم يمكن لهم ديروهم، بيسكوي، ياغورت تقدروا ديروه طبيعي أو محلى، وعندنا الكوك أي جوز الهند. أنا اختاريت هاد بيسكوي، عندي الكوك هو هذا، وغنزينو بحبوب الشيا. بقاو معنا حتى الاخر تشوفوا التحليه. انا اختاريت ياغورت طبيعي اي مسوس، باش حتى اللي داير ريجيم يقدر ياكلو. عندنا هنا الاجاس، تفاح، كيوي، برتقال، والموز اي البنان. المهم تقطع راكم كتعرفوا، كتنقوا جميع الفواكه وكتقطعوهم قطع صغيره وغديروا طبقات. المهم بقاو معايا حتى تشوفوا حتى الاخر، وكل واحد كيفاش يمكن يدير هاد التحليه. انا ضفت ليها هاد المرة جوز الهند، كيجي زوين بالصحة والراحة. وكالعادة ما تنسونش من لايك وتعليق زوين، والناس الجداد مرحبا بهم حتى هما الا بغاو يدخلوا القناة ديالي، ما عليهم الا يضغطوا اسفل الفيديو على ابوني اللي بالاحمر ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا باي جديد. وشكرا للجميع مرة تانية. ما تمشوا فين، بقاو حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا التقديم. Thank you.
أتلقى معكم في فيديو قادم إن شاء الله. شكرا للجميع.